معنى خلي يقول التطرف والاعتدال اللي انت ذكرته. يعني خلينا نتحدث بصراحه ووضوح، القوى السياسيه الشيعيه يعني فئه السلطه، القوى السياسيه على يعني على نوعين بالاعتدال والتطرف بازاء ملفين مهمين او بازاء علاقتين فقط حقيقه. العلاقه الاولى هي مع الولايات المتحده الامريكيه، والعلاقه الثانيه هي مع الجمهوريه الاسلاميه في ايران. بالنسبه الى العلاقه مع ايران، بحمد الله اليوم كلهم صاروا يعني معتدلين. واليوم لعلكم تابعتم مثلا زياره سعاده السفيره الامريكيه الى السيد المالكي، هاي مره ثانيه طبعا. المره الاولى فضت حياءه وهو زعيم ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة، وهاليوم باركت له والعاقل يفهم. طيب من بقى؟ بقى الشيخ الخزعلي. طبعا الشيخ الخزعلي يتمنى أن تلتقي به السفيرة الأمريكية، لكن مثل ما تعرف لأنه لأن اسمه مدرج ب القائمة السوداء في الولايات المتحدة، فلذلك لا يمكن للسفيرة أن تلتقي به علناً على الأقل، وإن كانت هناك يعني بعض المعلومات غير المؤكدة 100% أنه اجتمع بها لحد الآن 3 مرات لكن تحت الطاولة. أوقف لي أوقف لي أستاذ نزار، أستاذ نزار أوقف، لا 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 لا، هاي المعلومة أهم. الشيخ قيس الخزعلي ملتقي بالسفيرة الأمريكية سراً 3 مرات؟ نعم. تفضل. أما بالنسبة للحاج هادي العامري، طبعاً من الممكن جداً أن تزوره السفيرة الأمريكية في أي لحظة، خاصة وأنه أقول لك هاي المعلومة الآن هو بعث وفد سري، لكن على كل نحن شمامتنا التقطته، وفي السر إلى واشنطن للحديث مع الأمريكان بهذا الصدد. من بقى بعد؟ من أجل شنو؟ من أجل شنو الوفد السري أستاذ نزار؟ من أجل هو يعني ترطيب الترطيب 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 ما قبل فض الحياة كما حصل مع السيد المالي. ما أعرف شنو 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 مفردات فض الحياة؟ إيش تقصد بيها؟ مو قلنا العاقل يفهم، الله يخليك، مو بعدين يصدرون بحقنا قرار قضائي باننا نتحدث بمحتوى هابر. انت ليش تريد تورطنا يا استاذ محمد؟ طيب مو قلنا العاقل يفهم. طيب طيب على كل هذول بالنسبه له هذا يعني هذه الاسماء المحترمه. أما بالنسبة إلى سيد عمار الحكيم والدكتور العبادي، فمن أول يوم علاقتهم كانت واضحة وإيجابية مع واشنطن، سواء كان عن طريق السفيرة أو غير السفيرة. فلذلك يعني هنا الفارق بين أن نسمي هذه القوى الشيعية بأنها متطرفة في العلاقة مع واشنطن أو معتدلة. طيب. وكما قلت بحمد الله اليوم كلهم صاروا معتدلين، يعني بعد ماكو صواريخ ماكو صواريخ ضد السفارة وغير السفارة. القوات الأمريكية المحتلة في العراق تحولت إلى قوات صديقة.